أنا من محمود الحيسن، التقيت مع منظمات حقوقيين، رديت عليهم اللي خلقنا كامل، تكرفص الكرفصوا أولادنا نهار الأربعاء، كرفصوهم وجروهم وحابسينهم في بليد شوينة، طاح عليهم السقف ودروا اللي يقتلوهم وكرفصوهم، كرفصهم المدير، والمدير قال عن قايلها له الوكيل الملك، وتكرفصوا قباله، وإحنا ظالين والله الأيامس من العشرة وإحنا برا إلى ثلاثة في النهار ما خلونا ندخلوا، وتجعنا من الروائح ومن سموت كرفصوا على أولادنا قباله، ولا عرفنا قاعدة الطريف يمشي ودارين يضرب عن الطعام. محمود الحيسن صحافي ومتكرفص قباله وداري يضرب عن الطعام مفتوح هو وصحابه اللي معاه كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم استقبلتنا شبكة متوسطية لحقوق الإنسان، واللي مثلا على أن استفسرتنا عن ما يجري في الساحة وما يمارس ضد المعتقلين، واللي حكينا لهم كل الأمور بالتفاصيل بدون مثلا على أن حضر وبدون تستر على جرائم النظام المغربي، وعلى أننا مستعدين كل الاستعداد نحكوه لمن هب ودب، ومستعدين لفضح النظام المغربي وسياسة النظام المغربي تجاه الصحراويين والطرق الهمجية الممنهجة ضد أي صحراوي صحراوي، والمحاضر المفبركة اللي هي مقصودة مثلا على أنه اللي هي محضرة سلفا لكل معتقل صحراوي يحاك فيها الجرائم، يحاك فيها التهم الواهية اللي لا توجد يشمه للنظام المغربي. وثانيا على أن مهما كان إحنا مصممين على مطلبنا ألا وهو الاستقلال مهما كلفنا ذلك، ولا هم أثر علينا ذا كامل اللي حكيناه ما هم أثر علينا، لأن المطلب ما زال ما تحقق، ولأن مزلنا بصدده ونبغوا الله مثلا على أن نتألقوا كثيرا أمام العالم مطلبنا وبتحريرنا لكل وطن وشهادة.